توفي 3 أشخاص وأصيب 6 آخرون في حادث مرور وقع أمس إثر اصطدام سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 14 ببلدية 70 دائرة مهدية بولاية تيارت. 2 مايو 2024 على الساعة 4:30 مساء وقع حادث مميت للمرور بالطريق الوطني رقم 14 في الشطر الرابط بين ولاية تيارت وولاية تيسمسيلت. حسب المعاينات الأولية الحادث ناتج عن انصدام مباشر بين سيارتين سياحيتين وكذا السرعة المفرطة. أسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص رحمهم الله وجرح 6 أشخاص آخرين تم نقلهم على جناح سرعة للمؤسسة الإشفائية بتيارت.